أنا هكلمكم النهاردة عن موضوع هتسمعوا وهتفضل تسمعه في الآخر تبقى محتار، يا ترى هل الكلام ده أنا أقدر أطبقه ولا ما أقدرش أطبقه؟ هفهمك من الأول إيه هي الحكاية. الحكاية دلوقتي الانتفاخ ده في انتفاخ شرقي وفي انتفاخ غربي. طبعا أول مرة تسمع إيه الانتفاخ الشرقي والغرب. الانتفاخ الشرقي اللي هو الانتفاخ والتكشؤ والغازات والخروج الطبيعة، مرة إمساك مرة إسهاب، غالبا بيغلب عليها الإسهاب. دي كلها هي المظاهر. إيه المظاهر الشرقية اللي بتؤدي إلى ذلك؟ المظاهر الشرقية هو طريقة الأكل، المسبك والمقلي والمحمر وملء المعدة والأكل بسرعة، لدرجة بعض الناس يقول لك أنا أول ما بجيب مدام الطبق أكون خلاص الأكل وقمت، تقوم تزعج اللي حواليك أو هم خلاص خدوا على كده، بعد كده تحس بالامتلاء. وده انتفاخ والتجشؤ والغازات. بعض الناس بتعتبر ان ده عادي، لدرجة ان بعض الناس يجي يقول لي انا نفسي اتكرع، واحد تاني يقول لي انا نفسي اطلع غازات عشان ارتاح. صح ان خروج الغازات بيريح، ولكن هذا هو المفهوم، في حين ان بعضهم الاخر بيعتقد ان دي عادة وانه عنده الكولون ولازم يتعالج منه وهكذا. بعض الناس تيجي تقول لي انا لما بسافر بره بحس ان انا ارتحت خالص، اول ما ارجع اقوم اسنجيلي المره الثاني. هذا هو الانتفاخ الشرقي. اذا ما هو الانتفاخ الغربي؟ الانتفاخ الغربي برضو في مفهوم الاكل، هو ما بياكلش بسرعه، ما بيبلعش بطنه، ما بياخدش رغيف نص متر عشان يحس انه شبع، لا ما بيحبش يتجشى او يخرج هواء. كل الحاجات دي مش موجوده عنده. طب ايه هو الموجود عنده؟ ابتدأوا يدرسوا هذا الموضوع وطلع ان في اكلات عسره الهضم. ما هي الاكلات العسره الهضم؟ سموها فود مابس دايت. الفود مابس دايت دي الاكل اللي هو ما بتهضمش كويس، بيعمل تخمير في الامعاء زي الاكل عندنا برضو، بيعمل غازات انتفاخ تكشف الى الاخر. وابتدأوا يدوروا على الاكل اللي هو قليل الفود مابس. طيب مش كده وبس، ده اعتقدوا برضو ان الاكل اللي فيه جلوتين هو اللي بيعمل ما بقاش مهضوم، يعمل انتفاخ وغازات وخلاف. ابتدى الاكلات او الفوبيا الاوروبيه ان ينقي الاكل الخالي من الجلوتين، ولذلك تدخل اي مطعم او حاجه يقول لك ده جلوتين فري. ابتدى المفهوم اللي هو الفود مابس والجلوتين فري. القمح بيبقى فيه الاثنين، جزء من الفود مابس وفي جزء جلوتين. ابتدوا يتحاشوا القمح، ابتدوا ينتجوا انواع جديده من القمح جلوتين فري. اذا ده المفهوم الاوروبي الذي يختلف عن المفهوم الشرقي او الانتفاخ الشرقي. لما هتيجي تسمع دلوقتي هتعرف من انت.